جمعية إسكان خضور التعاونية تأسست بتاريخ 17/7/2014، كانت مكونة من 18 عضو هيئة تأسيس، وحصلنا على الترخيص بتاريخ 5/11/2014. الأسبوع الماضي يوم الأربعاء كان عندنا انتخابات للهيئة الإدارية، وتم انتخاب 7 أعضاء للهيئة الإدارية. مهمتهم هدول إدارة الجمعية وتحقيق هدف الجمعية، وهو إنشاء إسكان نموذجي لموظفين جامعة خضوري، والهدف الأكبر اللي هو تحقيق البعد الاجتماعي للجامعة بمحافظة طول كرم، تقوية النسيج الاجتماعي بين الزملاء الموظفين في هذه الجامعة العريقة التي تحتضنها محافظة طول كرم العتيدة.